على الجانب الاخر انت بتلعب بطل الدوري صح، بتلعب بروفيسور الكره المصريه دلوقتي صح، شئنا ام ابينا فيريرا طبعا بروفيسور الكره المصريه صح، خد فرقه الزمالك من ال 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 المستوى السيء جدا جدا جدا، معاناه وغيابات واصابات وايقاف قيد وكل حاجه دي صحيح، كل حاجه سيئه كانت موجوده في الفرقه في الفتره بتاعه بعد ما بين كالتيرون لمستر فيريرا. نقلنا نقله تاني خالص، نقل نادي الزمالك نقله تاني خالص، جاب شباب حطهم في اوقات صعبه جدا واثبت ان هو لا هو جابهم وعنده ثقه فيهم، والولاد دول عملوا نتائج مبهره ابهرت مصر كلها. صحيح، لا ده ابهرت الوطن العربي كله. مع كل الاحترام لاي حاجه او لاي كلام بقوله، لان الكلام ده فعلا حصل. نادي الزمالك يحصل على كاس مصر بطوله الدوري بعد ما كانت الدنيا صعبه جدا جدا مع كالترون. مشي بقى طارق حامد، مشي مصطفى فتحي، مشي اسماء كبيره جدا، ابو جبل، اسماء كبيره جدا جدا، اللي اقصى المتفائلين الزمالك يلعب بطوله افريقيا. اقصى المتفائلين انك تاخد بطوله كاس مصر، تاخد بطوله دوري عام، ده يعني شغل فيريرا. التزام ونظام اللي اتحط والسيستم اللي اتحط للفرقه من المشرف العام على الكوره الاستاذ امير مرتضى مع مجلس اداره بيدعم بكل ما يملك من قوه. هايل. محدش بيتدخل في اي حاجه غير اتنين، مستر فيريرا وامير مرتضى منصور. يبقى من هنا انت قفلت ال 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 اي كلام بيحصل بعيد عن الكوره لا اركن. وضحيت بلعيبه كبيره جدا جدا، ومشيت النظام والسيستم على اي حاجه تاني. صح. وده انا شايفه نظام جديد موجود في نادي الزمالك. ايوه، نظام جديد موجود في نادي الزمالك. أيوة. بيقودوا اتنين، مستر فيريرا وامير مرتضى منصور، عشان ندي كل واحد حقه. برافو عليك. ماشي، زائد مجلس اداره من فوق بيدعم بكل ما يملك من قوه، عشان كده شفنا المستوى اللي شفناه السنه دي. مش عايزين الناس تستعجل الامر ده يا كريم. ليه؟ ليه؟ لان ممكن جدا الزمالك ما يبقاش مستواه في البدايه احسن حاجه، وده شفناه في ماتشين افريقيا الاخر، باستثناء الماتش بتاع خمسه برضو من وجهه نظري لسه المستوى ما ارتقاش لنهايه الدوري السنه اللي فاتت. لسه في تدعيمات جديده، زكريا الوردي، عمر جابر، عمرو السيزي، مصطفى شلبي، سامسون ايكينولا، حاجات كتير جدا تغييرات هتحصل في الفرقه الفتره الجايه، عشان الناس دي تاخد منها الكوره اللي انت عايزها وتاخد منها الاداء اللي انت عايزه. لا، لازم تصبر بشكل كبير جدا، لان انت مش مهم انت تبتدي ازاي، المهم هتختم ازاي في الدوري. وده اللي عودنا عليه مستر فيريرا. مستر فيريرا في السنه بتاعت 2016 ابتدى وحش جدا وخد الدوري وخد الكاس. السنه اللي جه فيها دي، السنه دي ابتدى اول ما مسك ما كانتش الفرقه احسن حاجه، خدم ببطوله الدوري وبطوله كاس مصر. ف لازم الناس تبقى فاهمه ان انت مش هتنهي بنفس المستوى بتاع السنه الجديده اللي فاتت، قصدي مش تبتدي بنفس المستوى اللي انت ختمت بيه السنه اللي فاتت. ممكن يبقى المستوى مش احسن حاجه، انما المهم الراجل بيسعى لايه؟ الثلاثه بونت، المكسب، ازاي تعرف تكسب، ودي عنده هو ذكي فيها جدا. صح.